الدراري اللي المره اللي خرجتو فوالا هذوك الوليدات حتى هما طرا لهم هذا المشكل داخلين شي بان لهم البحر طايح عادي دخلوا عادي شي ضحكوا هادي ملي بغاو يخرجوا طلعوا المقاومه لقاو القوه ديال البحر ما خلاهمش يخرجوا صافي هما جوج دراري كبار هزوا هذيك لابونش مشاو خلاو صحابهم وراهم صافي وقعت عاد جبدناه كان الساعه الله يرحمه ثلاثه شدوا في بعضهم ثلاثه ماشي السلام عليكم، نتمنى من الله كلشي يكون بخير. احنا الان باخطر الشواطئ. لما كنقولوا اخطر الشواطئ عرفونا باننا في المحيط الاطلسي، لان الشواطئ ديالها خطيره. كاين بعض الاستثناءات، مثلا كيكون مون خارج او صخر خارج او كاين شي دخله بحال مدينه الداخله بحال مدينه اكادير، كيكونوا شي دخلات كيخليو البحر طايح. وكذلك كاين استثناء اخر لما كتكون الابليكاسيون نازله اقل من واحد، لكن دائما كناخذوا الحيطه والحذر، خصوصا الشواطئ ديال المحيط الاطلسي. الشواطئ ديال البحر الابيض المتوسط فهما فعلا مسلمين، لكن مع اخذ الحيطه والحذر. اليوم حنا في شاطئ مونيكا، وهذا الشاطئ بمدينه المحمديه. يا ما سمعنا على هذا الشاطئ بانه غرق الناس كثير. علاش؟ لان في واحد الكورون اللي هو قوي، كذلك موج وصخر. هو شاطئ لكن كيتواجد به الصخر، خص الناس تعرف بهذا الشاطئ. والحمد لله لما كنجيو شي منطقه ضروري يكون معنا ناس ابناء المنطقه وناس يعني ثقه اللي كيحكيو لنا احداث اللي عاشوها، وكذلك كيكونوا معنا سباحه اللي كيسبحوا معنا، وكذلك سباح ملقي معنا سيميلود ابن مدينه المحمديه. عاش لحظات هنا اللي هي عصيبه وقويه، وشاف غرقه وشاف الوالدين ديال الغرقه وشاف شحال ديال الحالات في هذا الشاطئ. وسالنا على هذا الشاطئ وحكى لينا كثير ديال الحكايات، وغيحكي لينا بعض يعني بعض الازمات وبعض الغرقه اللي وقعت هنا. ما يمكنش لينا يحكي لنا كل شيء، لكن غيحكي لنا الناس اللي غرقوا هنا والطريقه اللي غرقوا بها وكيفاش غرقوا. كانوا اصدقاء كيضحكوا كيلعبوا، فاذا بهم كيفاجئوا من البحر وكيغرق الناس، ما هو السبب؟ غيحكي لنا. وكذلك غننزلوا ونشوفوا هذا الشاطئ راي العين. شوفوا هذا الشاطئ راي العين، شي غير في حكايات فقط، او غنجيبوا هادشي من جوجل او من يوتيوب، او غنخرجوا نجيبوا هاد المعلومات اللي غير نسمعوا فقط، بل غننزلوا لهاد الشاطئ وغنشوفوا السبب المخاطر اللي بانوا لنا الان بالاعين ديالنا اللي بانوا لنا، لكن غننزلوا باش نبدلوا الشك ديالنا باليقين. حتى الناس لما تجي لهاد الشاطئ تعرف شنو اللي ليها واللي عليها، تقدر تمتع في هاد الشاطئ إمتى تقدر تمتع وإمتى تقدر ما تعومش، ولا عمت شنو هما الشروط اللي غنعوم بها في هذا الشاطئ. وي خويا ميلو، بالنسبة لمونيكا هنا يعني داكشي اللي داز هنا وديك الحياة اللي عشتو هنا بأنك ابن المحمدية، واش حضرتي شي حالات هنا في هذا المكان وكان فيها غرق؟ واش الناس كتغرق؟ واش الناس كتجي تبحر في هذا البحر نيت؟ شفنا شباب الان ماشي لهذا البحر،
واش دائما الناس تجي تبحر ولا غير مره مره؟ المهم حكينا يعني شنو كيوقع هنا في هذا الشاطئ مونيك. يجيو ياخذ جميع المدن هذا خمسه الشاطئ هنا، واخا هو كما كنقولوا جا في واحد البلاصه اللي ولكن راه كيجيو ليه الناس من جميع البلاصه. وكان شي واحد غرق شي شي واحد غرق شي مدينه هنا قريبه من المحمديه، وكانوا شي وليدات كيعوموا وكنتوا السبب جبدتوا هذه، كيفاش شنو وقع؟ كانوا كيعوموا هما ثلاثة تقريبا، ملي كنت حاضر لهم ذاك النهار كانوا كيعوموا ثلاثة قدامنا، كيبانوا لك بحال الخوت كيلعبوا بواحد المافونش، هما دراري لاج بعقولهم ماشي زعما فوالا، كانوا داخلين لداخل كيعوموا بديك لابونش، شوية تيبان لك بحال يغلب عليهم البحر، هما يمشوا لك لابونش شدوا فيها هما وخلاو صاحبهم يهبط قدامهم، كنا نيت حاضر لهذيك الساعة. هربوا الكورة واقيلا كان كل مجري طالع وداك الشيء، بغيت تبع لهم ديك لابونش وبقى هو مسكين داخل. وجبدتوا داك السيد؟ تعاوننا عليه الدراري هنايا حتى البحر هنا راه كما كيقولوا خويا من راه كياكل قاصح، ولكن كان مات رحمه الله. المهم جبدتوا هذا الشاطئ خويا ميلود، هذا الشاطئ احنا في الدار البيضاء كنسمعوا عليه بانه قوي وبانه دا شحال ديال الناس وشحال ديال الشواطئ حداه، مثلا الصابليط النحله، ولكن هذا الشاطئ كيف خبرتينا بانه يعني مدي الرقم القياسي في مدينه المحمديه. هو رقم واحد بالنسبه للغرقاء هذه، راه بالعين كما كتقول خويا منير كما قلتي قبيله، هي دابا الهبطه تبين لك شنو هو كي لابونت. الانسان كما كنقول ولاد البحر ولاد راه من الهبطه يعرف شنو هو. ولاحظت واحد النقطه بالنسبه للصخر، شوف فين جا يعني في جا في الشاطئ في الرمله، ولو هذا شاطئ رملي لكن مخلط بالصخر، اذا اي واحد جا هنا كيتبحر واي بحر واي شاطئ مشيت ليه ضروري خصني نعرفوا واش كاين فيه كامل رمله، حيت ولو غنمشي مثلا لحد لهنا اش غيفيدني لحد لهنا الا كان صخر وضربني الموج مع ذاك الصخر، يعني الموج لا ضربني مع الصخر واخا نكون نعوم واخا كيما بغى يكون نوعي كيما قلت الاخ مونير، واخا يكون انسان تيعوم لا ديبليس بالصخر ولا غاديش بقى ما بقاش صافي، يعني تهرس فين هما الاعضاء اللي غيتحركوا ولا هما لا ضربوا الراس صافي راه غيبوبه، لان الاغلبيه ديال الناس لما كيمشيو للشواطئ الفكره اللي عندهم بان ذاك الشاطئ رملي، ولكن يمتى كيعرف بانه صخري؟ في بعض الاحيان حتى كتضربوا الموجه وكيمس الصخر، يقدر ما بالك لا ضربات ديك الموجه وكانت واحد الضربه اللي قويه وضربات مع الصخر، الناس ما غيبقاو يقولوا كيفاش هذا السيد تغرق، كيعرف يعوم كيعرف هو راه السبب ديالو هو ذاك الصخر. استاذ منير بالنسبه راه هو الشيء دابا كاين اليوم غنقولوا كاين الصفاوه والبحر مبين. نعم. زائد ملي كيزيد يعمر شويه البحر ذاك الصخر اللي لهنا كيتدرب وي. كما قلت شي انسان كيعوم غيتضرب مع ديك الصخره اش غيقول لك بنادم؟ غرق، ولكن ما عرفوش شنو السبب اللي غرقوا، ولكن السبب راه هو هذاك. ملي غتكون البحر كما كنقولوا ما صافيش الخلود راه غيكونوا الاسباب هما بحال ما هادشي، هذه بالنسبه للانسان اللي كيعوم. الانسان اللي ماشي يعومش راه هنا غيهبط راه يفوت الركبه غيجرب حيت البحر هنا حافل. واحد النقطه خبرتي واحد النقطه خبرتيني بها السي ميلود قبيله، قلتي لي بان كيجيو هنا وليدات من المدرسه كيجيو هنا ما عندهمش واحد الاكسبيريونس يعني واحد التجربه كبيره بالبحر، فقط كيشوفوا الشمس والحال سخون وكينزلوا يعوموا. كيعوم ولكن لما كيبغي يخرج ما كيخرجش، يعني الكورو كيبقى ديما كيرجعوا للور، لان يعني الموج كيضرب شو الموج راه كيضرب تحت الاخر، ولكن ملي كيرجع كيرجع بواحد القوه. فهمت؟ اذا هذا الشاطئ يعني هو قوي، غنزلوا ليه وغنشوفوا، ومعرفه الشيء خير من جالية. اذا غادي ننزلوا والشاطئ بمجرد يعني بالعين المجرده كيبان بان الرمله مختلطه بالصخر، هو شاطئ رملي لكن وسط الصخر، اذا غنزلوا نهزوا لابارا وغنزلوا لهذا الشاطئ، ما نجيبوش شاطئ اخر ولا في يوم اخر، اليوم في هذا اليوم 14/6/2024 غنزلوا لهذا الشاطئ وغنشوفوا كنكونوا غاديين في الرمله حتى غادي نلقاو الصخر، اذا هذه المسائل كلها نعرفوها. واليوم البحر اكثر من واحد، البحر اكثر من واحد، يعني انسان عادي في هذه الشواطئ هذه يرد البال بزاف، لان البحر المحيط الاطلسي اكثر من واحد فما كيظلمكش،
ما غنقولوش حنا غدار بان البحر كيغدار وانا البحر ما كنبغيش، لا لا، البحر عنده قانون ديالو، والقانون ديالو سهل اللي كيقبل العقل، ماشي شي حاجه ما كيقبلهاش العقل. بحال الناس كيقول لك كندخل كاينه خاتم كدور كتهبطني، كاينين بيار كيسرطوني، لا، البحر كي ملي كيكون زوج وثلاثه اي حاجه ديال 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 يعني ديال القوه، اي حاجه ديال القتل، اي حاجه ديال الغدر سناها منه. بالنسبه للقوه اللي كاينه في هذا الشاطئ راه كانوا اصلا مانعين من السباحه، ولكن راك عارف دابا الوليدات ديال هنا واخا هي بلاصه كتكون ممنوعه راه كيهبط بنادم، وهنا راه ممنوعه والناس اللي كتهبط هنا راه اكثر من البحر من ممنوع، فهمتي؟ هذا البحر راه كيعمر بعدا من هذه المرحله ديال الصيف وهذه وليدات المدرسه مع هنا قريب العائلات المدارس هنا قريب والعائلات اغلبيه البحر معروف اصلا بالعائلات هذا، فهمتي؟ الناس اللي كتبغي الكالم والوليدات كيجيو هنا وبكثره هذاك الشيء كيعمر. وكما قلتي اخويا منير البحر هو دابا هذه النظره اللي كدوي عليها حتى ديما كتقول هذه القضيه ديال نظره السباح راه ما يشوفش انسان عادي، انسان ولد المدرسه راه غيجي غيبان ليه بحال هكا البحر كيبان ساحل بالنظره، ولكن انسان ملي كيكون ولد البحر وكيعوم ديما وهذه راه كاينه واحد الرصه كيبان لك كوران كيبان لك الواد راه هو ملي بين جوج صخر هذه النظره ما غاتكونش عند هذاك الموج فين كيضرب كاين صخر كيبان لك هو الرصه الواد كيحرك، ولكن واحد غيجي مولاي خويا من المدرسه ما يقدرش يبان لي هذا الشيء، يقدر يبان لي باغي يتبرد صافي ويطلع مع دابا السطح كيبان لي بحال مهرس هو ما عرفش ديك جوج سطوحه راه واد اصلا هذه القضيه هذيك استفدنا منك ديال تما كيبان لك البحر طيح من واحد جوج بلايص راه هذاك هو هذاك راه واد باين هذاك واد ولكن واحد ولد المدرسه راه ما غاتكونش عنده. وبالنسبه لهذوك الدراري اللي المره اللي خرجتو فوالا هذوك الوليدات حتى هما طرا لهم هاد المشكلات داخلين تيبان لهم البحر طايح عادي دخلوا عادي تيضحكوا عادي ملي بغاو يخرجوا لقاو المقاومه لقاو القوه ديال البحر ما خلاتهمش ما خلاهمش يخرجوا صافي هما جوج دراري كبار هزوا هذيك لابونش مشاو خلاو صحابهم وراهم صافي وقعت لها فاش ودخلتوا ليهم دخلنا ليهم انا وشي دراري بحال ما وقعتش البحر الله ما بارك راه قاصح درنا ليه السلسله بحال ما هكا كاين واحد شاد في واحد وواحد في واحد باش وصلنا ليه وعاد جبدناه كان ديك الساعه الله يرحمه الله يرحمه. اذا الان غنزلوا هذا البحر وغنشوفوه وكذلك بالنسبه لهذه الفيديوهات اللي كنقوموا بها ماشي كنخوفوا الناس، بالعكس الناس ولات عندها ثقافه في المغرب في السباحه، مدن المغرب الان عوامه واصبحوا سباحه اللهم بارك في المغرب باكمله الحمد لله، هذا فضل من الله، ما عمر شي واحد غرق او دا البحر. علاش؟ بداو يخدموا بقانون ديال البحر، اول شيء الابليكاسيون اللي كتجي سهله شي ابليكاسيون كيخدمها، بالنسبه ليا كنخدم بويسوك، كاين اللي كيخدم بويند جور، كاين اللي كيخدم ويندي او ويند فيندر وهكذا والحمد لله. وكذلك بالنسبه للتراجي ماشي كنعوم مثلا انا نعوم 200 متر و 300 متر ونخرج عند الناس يقول لهم انا عمت 10 كيلومتر، لا، تراجي رولاف كندير الساعه كنضرب هذاك التراجي كنخرج اشحال درت مثلا في كيلومتر 20 دقيقه 25 30 17 على حسب القدره ديال الانسان. وكذلك واحد النقطه اللي هي مهمه ومهمه جدا بالنسبه للناس اللي كتسكن حدا البحر، حنا كنسميهم ولاد الكوشطه. انا غنتكلم معكم بالمبدا ديالي، انا كنت كنسكن حدا البحر والافكار اللي كانت عندنا والعقليه اللي كانت عندنا شنو هي، باننا حنا واعرين باننا حنا ما يقدر علينا حتى واحد في البحر، حنا مثلا ولاد جديده ما كاينش حنا اللي كنعوموا، او حنا ولاد اسفي حنا اللي كنعوموا، او حنا ابناء الدار البيضاء او ابناء الرباط سالا قنيطره وهكذا. الناس ديال البحر عندهم هذه العقليه، هذه العقليه خاصها تبدل. علاش؟ لان هذيك هي اللي كتخلي البحر يدينا، لما كنبداو نتنافسوا او كيجي عندنا براني وكنبغيو نبينوا لي اننا ولاد البحر. علاش؟ لان الاغلبيه الناس اللي كتكون حدا البحر وكيستمر في البحر بعشوائيه كيديه البحر، يديه ما كاينش تخاف شي يديه. علاش؟ لانه كيدخل بلا ابليكاسيون، شي مره بحر دير 2 متر 3 متر هو ما عشوائي كيقول انا ولد البحر انا نمشي للبحر، لكن اللي كيخدم بالابليكاسيون الناس اللي كاينين الحمد لله الان حتى كيشوف الابليكاسيون
وكيشوف البحر عاد كيدخل البحر. إذن هاد الناس اللي هما ولاد البحر أو واصلين القمة في البحر أو كيعوموا مزيان، كاينين لي كومبيتيسيون، يخدم مع الناس يدخل كومبيتيسيون تظاهرة، كاينة مثلا ديال جديدة كاينة في نهار 30/6/2024، كلشي واضح، ما نخبيو، علاش نخبيو؟ كلشي واضح، كلشي باين. إذن هاد الإنسان اللي عنده يمشي عند هاد الناس اللي كيديروا لي كومبيتيسيون ويدخل ويجيب عليهم دورة، كانوا هما مثلا في 3 كيلومتر كيديروا ساعة، يديروا هو نص ساعة ويبان، ومن طبيعة الحال ملي غيدير هذاك الوقت فالحمد لله كلشي غيزيد ليه قدام، وكلشي غيصفق عليه، وكلشي غيوصلو لشي حاجة اللي كان يعني كيدير شي وقت اللي خيالي، يعني راه غيدير خيالي، غيديرو في العالم، غيكون عنده توقيت ديال العالم. أما نبقاو ندويو بعشوائية، وكيف كنقولوا حنا المغاربة هذا المصطلح هذا بين، وغادي نوضحو، كيقولوا يعني كيبيعوا العجل لواحد الانسان بقاو يصفقوا عليه هو مسكين ما عندوش. فإذا باش كيوقع كيدير البحر، عاد كيبقاو يقولوا ما كانش عليه، علاش يدير هذيك الا ما كانش عليه. وكذلك كاين شي ناس اللي مساكن يعني محدودين، ما عارفينش شي حاجه كاينه في البحر، ما عارفينهاش. فإذا بهم كيخرج واحد كيعوم او جوج او ثلاثه او مجموعه، وكيبقاو يصفقوا عليهم ويقول لهم نتوما راه واعرين ما كاينش بحالكم وكذا كذا. لا، خصنا دائما يعني دائما نمشيو للبحر ونمشيو ليه بعلم، بعلم، وكونوا حنا كنعرفوا، يعني لست بالخبي ولا الخبي يخدعوني. انا ما يمكنش ليا اي حاجه نثيق بها، وكيف قلنا انسان بوحده ما كيتسماش تحدي، ندخل التحدي، ندخل مع الناس، كاين مجموعات، كاين الناس ديال البحر. مشينا مره بلا ما نذكر اسم البلاد، وشاركنا في واحد الكومبيتيسيون، ولاد هذيك المنطقه ملي مشينا عندهم بديت كندوي معاهم احد الشباب، هما يقولوا لي غديروا كومبيتيسيون، حنا راه غنسبقوكم تحت الماء، حنا غندخلوا تحت الماء وغنسبقوكم تحت الماء، وحنا راه نسبقوكم بكيلومتر. لكن لما جينا للواقع ما كاين والو، ومازال غندير فيديوهات ان شاء الله باذن الله على الناس كيفاش كتموت، الناس ديال البحر، الناس ديال البحر اللي كيقول لك حنا ولاد البحر وحاكمين البحر ودين، غنحكي لكم كيفاش حتى كيموتوا بالضبط وبصوره وصوت، يعني داك الشيء باين وواضح. الفيديوهات اللي كنقولوا حنا واضحين، ماشي شي حاجه باش نطلعوا الناس يشوفونا بزاف بلا ما يشوفونا الناس، حنا كنوصلوا واحد الرساله صادقه. لو كنا بغينا الفيوز غيجي اي حدث غنركبوا عليه كما كان، غنركبوا عليه. كاين الرحبه دابا نمشيو الرحبه، مشينا لا، عندنا محتوى ديال البحر، كنمشيو البحر فقط، عندنا البحر، شادين البحر، كنعرفوا خيبايا في البحر، كنوصلوها للناس. إذا قلنا غندير واحد الفيديو، وانتظروا هذا الفيديو لأنه فيديو غيكون قوي، لكن غيكون بعلم، وغيقتنعوا الناس علاش العوامة كيديهم البحر، وكيفاش تكيتصوروا، وشنو هي الطريقة، وبالتفصيل المميت. وغنكون انا في الحدث باذن الله، وهداك الشيء اللي غندير ما غنديروش بعشوائيه، يعني انا روحي ماشي رخيصه عليا نتلاح للبحر وغيديني البحر. غتشوفوا يعني كل شيء نخليه الفيديو غتشوفوه من بعد، والناس ديال البحر تبع الفيديو اللي غيكون نحاول نديرو من بعد الفيديو، ولكن غنختار الاجواء ديال البحر. اذا احنا الان في مونيكا، يعني كلام كثير، كلام كثير وبزاف الحمد لله ديال يعني ديال التجربه اللي كاينه في البحر خصنا نعطيوها للناس. شنو هو الربح تبقى عندي هذه التجربه؟ الحمد لله الان المغرب باكمله بدا كيعوم، بلو ليبر المغرب العربي، حتى المغرب العربي بدا كيعوم وبدا كيتمتع بالبحر، لان يعني البحر بكل حكمه وضع الشيء في محله، والبحر خاصك تشيلي الابليكاسيون لما كتكون ناقصه واحد، هذه حكمه غنتمتع بالبحر ووضعته في محله، لكن فوق واحد فانا كنبدا نريسكي ونكون ما عارفش ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، هي هذه ديال البحر. اذا غننزلوا لهذا البحر، والبحر الحمد لله كيبان راي العين مسلم، كيبان مسلم، وندخل انا وسيميلود غادي نشوفوا البحر، واللهم بارك. شوف معنا الحمد لله كاين سباحه في المغرب،
من بينهم سيميلود، من بينهم السريدة اللي كان معايا، وأبطال ويعني كيسبحوا بتكنيك أكاديمي، يعني حركات أكاديمية. إذا نزلوا هذا البحر كلام كثير. السلام عليكم. قول لك شي تحية ديالي. آه. رد صاحبي اللي غرق هنايا أول مرة تشعل راه ود المرفق. آه. ود البحر كيخرج من فلوكة وكل شيء. جابوه وخوه عامو هنا. غرق كيخرج قدامو صافي ما فهمش البحر بصح بالقوة ديالو. آه. راه باش يقول لك الإنسان أنا غنخول ها هو ود البحر. وخوه باش تخلي خوك راه ما غيكونش هذا البحر ساهل حتى أنا غتخلي فيه. لا شوف غير باش تعرف واحد القضية سي ميلو. شي بالنسبة لهذا الشيء ديال البحر. الاب والابن ديالو او البنت والام ديالها او الاب والبنت ديالو الى مشى عندها اش كيولي؟ كيولي صراع البقاء، ما كيبقاش يبان. تشدو من هنا صح. هذا هو المشكل. علاش الانسان كنقول اللي ما عندوش مع الانقاذ، اللي ما عندوش مع الانقاذ يحاول ما الا كان الله يحفظ غيموت واحد غيموت جوج. راه كانت وقعت شحال مره وقعت في مناطق كثيره. اذا تكون عندي شي حاجه في يدي لابوي شي حاجه حديدو وهكذا يعني. اما باش انا ما كان علاش كتولي عندي واحد تجيني واحد حنا سبحان الله العظيم المغاربه ولو كنت ما نعرفوش حتى كنغامروا الانسان الغريزه وديك الطيبوبه ديال الانسان كتقول لا خصني نمشي نتلاح ولكن كتلاح كتولي يعني في راجع شي شفناه كاع فيديوهات خارج المغرب وشفنا شي ثلاثة شدوا في بعضهم ثلاثة ماشي ثلاثة بقاو كيموتوا حتى الانسان لما كانت كيعرف يعوم كاع الا كان يعرف يعوم ما كتش من نفس ويجر يقدر هذيك الجرة تعثر ولكن لما كانش يعرف غيولي في المشاكل. اذا خويا ميلود غنزلوا هنا غنشوفوا الدنيا هنا ياك ونحاولوا نطلعوا شويه الفوق ياك ونرجعوا شويه علينا نخرجوا ان شاء الله ندخلوا في امام وغادي نمشيوا لهذيك الصخره ياك غنشوفوا الكور ولا دينا ليها مزيان يدينا ليها ياك غنخليك شويه الفوق انت غتبقى في هذاك الواد وانا غنجي ليها وغنشوفوا يعني انا غنبين يعني الضربه ديال الصخره غنديروا بحال المشهد التمثيلي ان شاء الله فهمتيني حتى الوسط وغنعاود نرجع عندي صافي على بركه الله يلا. وخلال التصوير شاهدنا احد الشباب كيسبح في شاطئ مونيكا لاحظنا انه دخل بعشوائيه فتار انتباه ديالنا وبقينا رادين مع البال. اذا دخل مع التيار يعني دخل بطبيعه الحال بكل سهوله ودخل بعشوائيه ودائما كنتكلموا على العشوائيه فهي قاتله في البحر. العشوائيه نقدر نديرها في مسبح او في ضايا او شي حاجه اللي هادئه او شي مكان اللي فيه الحد، اما نديرها في فندق ونديرها في البحر فهي قاتلة. والآن رجع مع ضد التيار، مشى مع التيار ورجع ضد التيار، ما قدرش لقى قوة اللي كبر من القوة ديالو. هنا شنو غادي يدير؟ يعني غيستراح، والآن لما غيستراح غيدي البحر المكان اللي هو بعيد، واستراح على الدار ديالو، يعني الغلط هو على الدار ديالو. الاستراحة خاصها تكون بحال شكل براس، ونشوف البحر ونشوف راسي يعني فين غادي. الان شنو خص؟ خصو الدعم لانه باقي في القوه ديالو باقي ما نهارش. اذا خصني ندخل عنده نتابت بانه عيا ندخل عنده وندعمه بالكلام. لما كيبدا يسمع داك الكلام فهو كيزيد يتشجع وكيدعم وكيبغي يسمع. وهذا المكان اللي كنشاهدو الان هو سبب الغرق كثير من الناس، هو بينه وبين ستره النجاه متر او 2 متر او 3 متر، يعني بسيط. شوف كيبان لينا مسألة بسيطة، لكن هذا المكان هو اللي كيموتوا فيه الناس وكيغرقوا فيه الناس. إذا نردوا البال مثل هذه الأماكن، هي مسألة هي اللي بسيطة. وشحال ديال الناس شافوا بحال هذا الشكل ديال الغرق ديال الناس، كيعيا يشرب شوية الماء كيهبط يقدر كاع الماء يخرجوا لبرا في الحد هو مات. والان غننزلوا للشاطئ مونيكا، كاين صفو بين غادي ندخلوا ليه
قوي بعض الشيء 1.2، لكن نقدروا الحمد لله لابسين البدلات نقدروا نسبحوا فيه وغادي نشوفوا يعني بعض الخبايا ديال هذه المنطقه. حتى الانسان يجي لهذا المكان يجي ويعوم بحذر ولو يكون البحر طايح، لان هذا المكان هو جميل. شوف غير الرمال ديالو يعني كيفاش دايره، الرمال ديالو واحد الجماليه فيها اللي هي عجيبه. شوف وكذلك غندخلوا بجول برو، هاد جول برو هادي درنا لها هاد الشكل علاش؟ حتى الا كان شي موج وضربنا وطاحت كتهز يعني فوق الماء، لان الماتريال ديال البحر البحر دائما عنده دائما كل وقت كيدي لنا الماتريال. لكن الحمد لله غادي ننزلوا وغنشوفوا السيميلود معايا، غادي ندخلوا غنمشيو لهذيك الحجره وغادي نشوفوا ذاك الصخر اللي كاين تما وكاينه الرمله. شوف كتبان زوينه، الناس غيجي يعوم يقول لك نعوم اخويا كلشي زوين، ولكن شوف الصخر اللي كاين ليه وكاينه حفره. شوف 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 النزله، شوف النزله هنا، خليكم تما. شوف 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 هنا غادي هابط، شوف انا غادي هابط غادي نازل. شوف شوف كاينه حفره هنا، الدنيا كلها حفره ماشي حفره صغيره، لا لا بونت. شوف شوف من الفوق ومازال غادي لا بونت. شوف 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 غادي كنهبط دابا، انا الراس ديالي الراس ديالي محطوط حدا الرجل ديال الراس ديالي حدا الرجل ديال. اذا غادي ننزلوا، اول شيء الخطر كاين في هاد لا بونت، غادي هابط. اذا غادي ننزلوا ونشوفوا هادشي راي العين ونرد البال من هاد الاماكن اللي نازلين، لان وليدات صغار غيبداو يتكركب يتكركب يتكركب، غيهبط غيبغي يوقف يلقى الماء طالع ليه الفوق. على بركة الله سيمينو. حجر، شوف الحجر. كيف شاهدنا في الدخول ديالنا كاينين رمال، لكن هذا الشاطئ فيه يعني حجر. شوف بحال تفاجئنا، جينا هنا كاين شاطئ لكن لما جينا هنا الصخر هنا بلاصة موج. ها هو يعني كيف كذلك. الان غنمشيو لمكان اللي فيه واحد الصخره خطيره فعلا، الانسان غيكون يسبح البحر هنا غيكون عامر، غيكون الموج انسان كيعوم كيقول الموجه غتضربني غتضربني مع في الرمله بحال هذا الشكل، لكن غيتفاجئ كاين صخر ماضي صخر خطير وغنشوفوه. لما كنقولوا خطير ما كنبالغوش في هذه الكلمه، فعلا خطير. مازال بحر واحد يعني اذا كان واحد لحظة كون بعد كان يكون عامر يعني اذا ما كتبانش. والان من جهة اخرى هنا غتعرفوا الخطورة الحقيقية. شوف الدنيا كتبان كلها صخرية، لكن شوف الشاطئ من جهة اخرى. الانسان لما كيسبح في هذا الشاطئ هنا غيقول كاين غير ما كاينش صخر، وهاد الصخرة لما كيعمر البحر ما كتبقاش تبان. اذا نردوا البال الشواطئ اللي نمشيو ليهم نكونوا عارفين عارفين الشواطئ، يعني غيجرنا تيار لهذاك المكان ويكون الموج يخبطنا مع داك الصخر ولو نكون سباح. والان غنكون الان مع سباح اللي هو سيميلود، غندخلو وغنشوفو هاد الشاطئ واش فعلا كيرجع لورا ولا فقط هاد الشاطئ تقدر تسبح فيه وتعوم في امان، والكلام اللي كنسمعو غير كلام فقط فقط الناس غير ما كيسمعوش. الان حنا كن الحمد لله كنسمعو وكذلك كان عندي ماتريال عندي بالمات وغنوقفو في هذا المكان. شوفوا لاحظوا معايا واحد النقطة، الان انا غنزل غنبدا نغطس تحت الماء نعرفكم يعني. شوف المكان كامل صخري فقط برا كاين الرمال، يعني غنطلع الاخ ميلود ما غنلقاش حداه. علاش؟ شنو السبب؟
وي اترجع اترجع ها لا لا ما تعيبك اجي عندي اجي عندي لا ديك على الخرجه لا لا الثاني اللي كيدير جوج دقائق او شي حاجه غيبقى يخرج منه والله ما يخرج منه زعما الانسان كيديرو معاه شويه ما كيخرج منه دابا الكورو غادي بينا الدور دابا الكورو غادي بينا الدور هاد الصخريه كيف شفتو خويا دخلنا ليه بحال بانينا عادي ياك لكن الكورو كيجرب واحد القوه للوراء الانسان اللي عادي راه ما يخرجش منه ها هي واحد فصيله جوج بانينا طايح لكن شي دخل شي دخل ما يدير ولو هذا المكان يعني الصخر اللي فيه يعني ما مساويش كل مكان كتلقى فيه صخر بشكل يعني صخر طالع فوق هابط لتحت وكيكون حفر بهذا الشكل. شوف انا الان دخلت لاحد الحفر وهذا الشيء هو اللي كيخلي التيار كيكون واحد في واحد القوه هو اللي كيخلي الناس لما كتكون كتعوم كيكون تيار قوي كيجبد الناس من الفوق كيهبطوا من تحت لما كيكونوا هاد كيقولوا البحريه المسارب بهذا الشيء مع راسك تحضي علاش كيدير شوف كيدير فوالا كيشد وكيطلع صح واحد جوج ثلاثة خبر والان يعني راه تبدا الثقه في النفس الغطس كيجعل لك الثقه في النفس هو خطير وممتع وضروري يكون معاك الرافي باش تكون اي حاجه خصوصا لما تكون مبتدئ برافو معلم كاينة وتعا صراحة الله يبارك شوف شوف فين غادي من الكورو دابا معلم فين غادي تجيو مليح لا الابر لا مش تزيرني فيه لا غادي من الهي راه شوف يا نرجعو هنا يعني شوف كورو الناس كتسبح شوف فين خلاني على البلاصة والان غتشاهدوا معنا السباحه الاكاديميه علاش كنقول ما تكون السباحه عشوائيه الان غنمشيو ضد الكور يعني ضد التيار ضد الواد لما كتكون عندك سباحه اكاديميه شوف اللهم بارك رجلين كيفاش كيضرب يعني الفوق الجسم مساوي مع الماء اليدين كيمشيو ابعد نقطه كيخرجوا ابعد نقطه الراس ما كيتحركش بزاف يعني مع الجسم إذن اش غينتج هنا غنخرجوا بكل سلاسه وبسلام شوف يعني كنسبحوا لكن هاد الطلعه الامريكا كاينه فيها ديال ربعه محمديه جاب لكن غنشوف الان بالضبط والان غنشوفوا الارضيه اللي قريبه للرمله ديال شاطئ مونيك ودائما لاحظوا معي واحد النقطه لما كتكون الارض قريبه من الماء كيكون البحر قوي بحال شكل جيت مسجد الحسن الثاني شحال ديال الناس كيقول لك هذا راه كيقدر يعوم غير في متر ولا متر ونص تما فين كتكون القوه ديال البحر اما ملي كتطلع الفوق فالبحر كيكون هادئ شيئا ما حتى الموج لما كتطلع الفوق ما كتلقاش الموج اذا الان حنا جينا ضد الكور يعني كيف خبرناكم وصلنا للمكان منين دخلنا بالضبط لما الانسان تكون عنده سباحه اكاديميه كيقدر يسبح يقدر كيف نقولوا يغامر شوف الشكل الان الشاب الاول اللي شفناه عام بسباحه عشوائيه ما قدرش يخرج لكن هذا الشاب بطبيعه الحال كيسبح سباحه اكاديميه وسباح منقذ يعني شوف الطريقه باش كيسبح خرج بكل سهوله حتى البحر كيبدا يبان لينا ساهل لما كنشوف شي واحد كيسبح في بحر خطير كيبان لي البحر سهل نزلنا
شاطئ مولين وشفنا الاحوال ديالو كيف داير فعلا في واحد الكره. وهاد الرمال اللي كنشوف فيها هاد الرمال الذهبيه فقط كاينه على برا، اما كندخلوا كنلقاو فقط كاين الصخر، كاين بعض الرمال لكن الصخر بهذاك الشكل. شوف ليه يعني كاين الرمال وتحت منه الصخر. واحد الشكر كبير للبطل ديالنا السيلون محمد السباح، كذلك السباح منحيف اللي تعاون معنا وشفنا المنطقه وعرفنا بها وحكى لنا بعض الاحوال لهذه المنطقه والصعوبه ديال المنطقه والناس اللي كتجي لها يعني تعرف كيفاش تتعامل معها. كاين واحد لابونت اللي هو نازل، كاين لابونت نازل يعني هابطه، وكذلك الداخل يعني كاين صخر وهي قويه. القوه فين عندها؟ الوقت اللي كنكون جاي خارج، الوقت اللي كنكون جاي خارج يعني نقدر نستسلم في اي لحظه، ولا استسلمت غيديني البحر بوحدي. اذا الانسان يحاول ولو يكون جاي خارج يشوف راسو بقى بلاصتو يكمل العمال، غير يكمل العمال راه غيطلقوا الكرو غيعاود الموج يعاونو حتى يخرج. وشكرا لك السي ميلود، شرف لينا الله يعطيك السلامة. كي داز اليوم؟ صراحة حصة من داك الشيء، حصة غليظة هذه. عرفنا بالمكان، كذلك كانت واحد المتعة كبيرة بالنسبة لهذا المكان، وغطسنا وشفنا تحت الصخر بلايص كانت الرملة وبلايص يعني لما وقفنا حدا الصخر كنبغيو نجيو ما كيخليناش ياك تقصاح كيقصاح. بالنسبة للعمان شنو هو الفرق سي ميلود؟ الفرق كبير بين هنا وتعوم في البحورة عادي، منك تم راجع صاحبي راه تبارك الله البحر راه كيرجعك للورياك وحتى الكرول ديالك تبارك الله الكرول ديالك مزيان ولكن كيتخربق هنا كيتخربق هنا يعني ما كتبقاش هنا باش الانسان ما يقولش انا راه كنعوم زعما اي حاجه نقدر نعوم، راه هو دابا كما شفت شي واحد الايقاع كيتخربق ديال الكرول هو 1.2 وكما وشو تبارك الله دابا هنا يكون هنا 1.5 ولا صافي هنا. المهم اكثر من واحد نادم هنا ما يحاولش يجي هنا البلاصه ديال العائلات، الانسان اللي كان يجي رياح يشوف البحر بعينيه ما باش يهبط هنايا ما يحاولش الانسان يفكر كاع يعوم. هذاك الشيء اللي كاين اللي كانت الابليكاسيون فوق من واحد الانسان هنا ما يحاولش يفكر يهبط لهذا البحر. والحمد لله البحر هو نعمه نعمه كبيره، لكن نعرف كيفاش نتعامل معاه، ما نحاولوش نخالفوا القوانين ديال البحر. القوانين ديال البحر شنو هما؟ هي الابليكاسيون، كذلك يعني ما نعومش في شي مكان اللي ما معروفش، نمشي ليه بوحدو ونقول هذا المكان فين كتجي لي. وكذلك واحد النقطه اللي مهمه وواحد النصيحه اللي كيغفلوا عليها كثير من الاباء والامهات، الوليدات كيخليهم في البحر وكيجي بعد واحد الفوطه تقريبا بعيد ب 20 متر ولا 30 متر. بصح راه في هذيك اللحظه ولو تكون حاضر غادي يمشي له، الا جروا الكره باش تمشي توصل ليه غيبقى مشكل. وكذلك بالنسبه انا مع الناس اللي مسؤول عليهم يعني العينين ديالي يعني ما كيتفافاوش عليه، يعني ما النظر ديالي كيبقى في هذاك الابن الصغير لانه ما عارفش بحال شكلها بحال شنو مثلو بحال الشكل ديال الحارس المرمى مع كره بصح في البيلانتي يقدر يبقى حاضي فين غتمشي. كذلك مع الدريس مشي لي عينو ديما كندير هذه ديال ما عنديش حق نشوف التليفون والدري ديالو، وكذلك ما عنديش حق يعني نشد شي حاجه في يدي مثل الهاتف ونخلي الابن كيعوم ونقول بانني راه حاضي. لا، الاعين ديالي كنشوف فيه، يديا يعني متجه لي، رجليا متجه لي وانا حداه قريب لي، لان هذا البحر نقدر خمسة ثواني ست ثواني غير نقول واحد السلام عليكم ندور ما يبانش لي. كاين السي ميلود هذا الشيء اللي قلت هو اللي كاين هو اللي كنعيشوا حنا ديما حنا فهمتي في من ناحيه انا كندير لي متر ناجور هذا الشيء اللي كنعيشوا. وبالنسبه للسباح منقذ كذلك لما يدوي معنا سهله، من ما تعوموش في هذه البلاصه عوموا في هذه البلاصه هي لمصلحتنا، عارف هذيك المكان هو قوي. لا كنقولوا لا علاش تقول لي لا انا خصني نعوم هنا، واذا غتحمل المسؤوليه ديالك. وكذلك ما فيها باس لما نمشي لشي بلاصه نستاثر مع السباح المنقذ نقول لي فين البلاصه اللي نقدر نعوم فيها وفين اللي ما نقدرش نعوم فيها ورد معايا البال الله يرحم والديك. هنا كيف شفنا